السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هقول لكم على وصفه واحده بس هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر. قبل اي حاجه سمحنا بتاعتكم دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا انا عارف ان كل البنات وكل السيدات بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهتموا بمنطقه الصدر بشكل كبير جدا، لان منطقه الصدر بتعتبر رمز من رموز الانوثه عند كل البنات وكل السيدات. فعشان كده دايما بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهتموا بالمنطقه دي بشكل كبير جدا، او يعني ايه، او بتعتبر تاني اكتر منطقه بيهتموا بيها بعد منطقه الارداف والمؤخره. حلو قوي. فدايما بلاقيهم بيبحثوا عن ابسط واسهل الوصفات. ان شاء الله يكون حتى وصفه واحده بس تساعد بجانب التمارين اللي موجوده على قناتي على ان هم يكبروا ويثمنوا من منطقه الصدر في خلال 7 ايام او 10 ايام. وانا مش عايزكم تقلقوا من اي حاجه خالص، لاني جايب لكم دليل حي والصوره جنبي زي ما انتم شايفين. والصوره دي لمشتركه او متابعه انا اعرفها شخصيا، قدرت بفضل ربنا طبعا انها توصل للهدف اللي هي عايزاه في خلال 7 ايام او 10 ايام بالظبط. وطبعا هي قدرت توصل للهدف بتاع عشان خاطر انها التسمت وعملت باللي انا قلتها لها بالحرب الواحد، سواء بقى نظام اخصائي او وصفات او تمارين او بعض التعليمات التانية اللي انا ان شاء الله هحطها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو او في الوصف تحت الفيديو. هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. فطبعا البنت دي او الصديقه دي يعني بتعتبر من اكتر الناس اللي فضلت تدعمني او قدمت لي سبورت اللي انا كنت محتاجه في بدايه مشواري خالص من لما عملت القناه بتاعتي. يعني بالبلدي كده انا عايز اقول لكم انها تعتبر اول مشتركه كانت موجوده على قناتي، وطبعا يعني بدات تهتم بالرياضه بقى وبالمناطق دي كلها. ممكن الكلام ده كان بقاله بتاع 2 او 3 شهور بالظبط، والحمد لله بفضل ربنا طبعا. وطبعا احنا كنا متوقعين انها تحتاج مده اطول من المده اللي احنا اخدناها. يعني انا كنت متوقع مثلا شهر او اكتر من شهر بحاجه بسيطه، لان كل حاجه بتحتاج صبر واستمراريه وان بالكم يبقى طويل. بس الحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل المجهود اللي هي عملته والتمارين والوصفات والنظام الغذائي وكل التعليمات اللي انا قلت لها عليها بالحرف الواحد، قدرت انها توصل للحجم اللي هي عايزاه زي ما انتم شايفين. وبرده الموضوع كله متعلق بالصبر والاستمراريه وان بالكم يبقى طويل جدا، عشان في بعض البنات وبعض السيدات احيانا يعني بيحسوا او بيشعروا بالملل والزهق وما بيبقوش خلاص عايزين يكملوا تاني عشان خاطر ما وصلوش للهدف اللي هم عايزينه. بس انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم لو عملتوا اللي انا هقوله بالحرف الواحد هتوصلوا للهدف اللي انتم عايزينه. وانا مش عايزكم تقلقوا خالص، لان مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان انها اتحلت، لان ان شاء الله في فيديو النهارده هعرض عليكم وصفه واحده بس كبيره جدا هتساعد وتساهم على تكبير وتسمين منطقه الصدر، زي الصوره اللي انتم شفتوها بالظبط، او زي الصديقه او مثلا منطقه الصدر عند الصديقه او البنت اللي انا اعرفها شخصيا. وانا بصراحه بشكرها جدا وبحترمها والله العظيم على الاصرار اللي عندها والعزيمه اللي عندها وانها قدرت توصل للهدف بتاعها. بس كانت بتعمل كل حاجه بالحرف الواحد، ولو فوتوا حاجه واحده بس مش هتعرفوا تطبقوا بقيه الحاجات عشان خاطر الحاجه والثانيه يعني ايه الاثنين بيكملوا بعض. حلو قوي. فدلوقتي بقى هنعرف مع بعض ايه هي الوصفه دي، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. دلوقتي بقى هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده وتحطوا بقى جوه الطبق معلقه كبيره من صيد الحلبه، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من صيد السمسم، بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره معلقه كبيره من صيد الكافور. طيب دلوقتي ولا نفترض ان صيد الكافور مش متاح عندكم، تقدروا تحطوا مكانه صيد الزيتون عادي خالص، مفيش اي مشكله، الاثنين نفس الفايده. حلو قوي. دلوقتي بقى الثلاث مكونات او الثلاث زيوت مع بعض في الطبق بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وما تستخدموش الوصفه دي الا لما تغسلوا منطقه الصدر يا اما بميه سخنه او بميه فاتره، يعني ما بين الميه السخنه والميه البارده. وطبعا الهدف من الميه السخنه او الميه الفاتره عشان خاطر تفتحوا المسامات اللي بتبقى موجوده في منطقه الصدر، وبالتالي المكونات دي او الوصفه دي تبدا تدخل تحت الكلت عن طريق المسامات اللي موجوده في منطقه الصدر. حلو قوي. بس من قبل ما تحطوا طبعا الوصفه
امسحوا منطقه السطر باي قماشه وباي فوطه متاحه عندكم، ما يبقاش في نقطه ميه واحده عشان خاطر الوصفه يعني ايه تبدا تاخد المفعول بتاعها بشكل صحي او بشكل منتظم. حلو قوي. بعد كده بقى هتجيبوا حبه في اليد اليمين وحبه في اليد الشمال وتحطوه على منطقه السطر وتدهنوا زي ما انتم شايفين بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه مع شويه خبط، وتاخدوا خفاف جدا، وبرده هتفضلوا مستمرين على الضغط والخبط خفاف وانكم تمشوا بشكل دائري لمده 10 دقائق في اليمين وفي الشمال. واهم حاجه ما تسهقوش عشان يعني التدليك عموما او الضغط والخبط بشكل عام بيحفزوا وينشطوا الدوره الدمويه عشان خاطر يكبروا منطقه الصدر، وكمان قيمته يعني منطقه الصدر او الالياف اللي موجوده في منطقه الصدر بكميات كافيه من الدم، وبالتالي منطقه الصدر تبدا تكبر مع الوقت. اهم حاجه الصبر والاستمراريه وان بالكم يبقى طويل. حلو قوي. وبعد كده هتسيبوا الوصفه دي على منطقه الصدر لمده ساعه ساعتين 3 4 5 عادي خالص زي ما تحبوا، ما فيش اي مشكله. ولو حبيتوا انكم تناموا وتصحوا تاني يوم تغسلوها بميه سخنه او بميه فتره برضو ما فيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم. حلو قوي. ودلوقتي بقى الوصفه دي هتعملوها مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى وصفه هتساعد بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر زي الصديقه او زي صدر البنت او الصديقه اللي انتم شفتوها من شويه، عايز اقول لكم ان انتم لازم تتحلوا بالصبر والاستمراريه وان بالكم يبقى طويل. وانا عارف ان انا قلت كلام ده كتير، بس عشان في بعض البنات وبعض السيدات بيبقوا عايزين ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم بشكل سريع بين يوم وليله، يطلعوا السلالم كلها مره واحده، بس طبعا ده غلط جدا ولازم الصبر الصبر الصبر. حلو قوي برده. فدلوقتي بقى لما توصلوا للهدف بتاعكم او توصلوا للحجم المناسب او يعني الشكل المناسب لمنطقه الصدر، ما ينفعش انكم تبطلوا الوصفه دي، عشان انتم لو بطلتوا الوصفه دي صدركم هيرجع زي ما كان بالتدريج ويمكن يبقى اسوأ من الاول كمان. فالحل الوحيد هو ان انتم هتبطلوا مستمرين على الوصفه دي بعد ما توصلوا للهدف بتاعكم، يعني هتعملوها 3 أيام في الاسبوع ومره واحده في اليوم عشان خاطر تحافظوا على النتيجه بتاعتكم. حلو قوي. وطبعا لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر تساعد بجانب الوصفه دي على تكبير منطقه الصدر في خلال 7 أيام او 10 أيام، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي، ها من قلبي، على صبركم ودعمكم ليا. بكده احنا خلصنا حلقتنا، مش احنا بتعرفين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يتعلق كومنت تحت، وان شاء الله يكون عليكم اقرب وقت او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.